السلام عليكم الاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد. اليوم جيت نحضر معكم فقاس على الطريقه ديال الام ديالي الله يخليها ليا. خليكم مع طريقه التحضير والمقادير وشكرا على المتابعه. في هذا الفقاس غنحتاجو 7 ديال البيضات، وغنحتاجو كاس ديال اللوز، وغنحتاجو شويه من حبه حلاوه والنافع، وغنحتاجو شويه الزنجلان الا كان متوفر. انا ما كانش عندي متوفر. وغنحتاجو جوج كيسان ديال الزيت وجوج كيسان ديال سنيده العبار بالكاس ديال العنبه. غنخلطو هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا. من بعد ما خلطنا المكونات مزيان غنضيفوا الدقيق على حساب الخليط، وغنضيفوا معاهم جوج خمارات حمرين ديال الحلوى، وغنخلطوا المكونات مزيان. بالنسبه للخليط ما يكونش قاصح، هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غيكون كيلتصق في اليد. كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديالو، يعني ما كيكونش قاصح، كيكون مرخوف شويه وكيلتصق في اليد. كما كتشوفوا معايا كندخلوا دوك اللوز اللي كيكون خارج كندخلوه بالاصابع ديالنا باش ما كيبقاش خارج، باش ملي كنبغيو نقطعوه كيجينا ساهل. كنديروه في لاطا وكندهنوه بصفر بيضاء كما غتشوفوا معايا، صفر بيضه وشويه نسكافي. Thank you.
من بعد ما دهناه بصفر بيضه ونسكافي كنديروا دوك الخطوط بالفرشيطه وكندخلوه الفران على 180 درجه العافيه غير من التحت حتى كيطيب نص طيبه، يعني ما كنطيبوش بزاف، ما نخليوش حتى يحمر، عاد كنخرجوه وكنقطعوه مباشره، راه ما كيتكسر ما والو. هذه هي الطريقه ديال الام ديالي، يعني كطيبو على هذا الشكل، كتخليه غير يبرد شويه وكتبدا تقطع فيه بالموس يكون ماضي صافي، وكتدخلو الفران يكمل الطياب ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي رائع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وما تنساوش تخليو لي تعليق ديالكم، وشكرا على المتابعه، ومع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.